بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع الدرس 37 من سلسلة دروس شرح مختصر القدوري ضمن أنشطة الموسم الثاني في برنامج إعداد طالب علم مميز في مركزنا، مركز إحياء علوم الدين. ووصلنا إلى كتاب الأشربة. قال رحمه الله: كتاب الأشربة. الأشربة المحرمة أربعة: الخمر، وهي عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد. هذا تعريف الخمر. غلا يعني ترك حتى صار يفور هكذا فوران، واشتد صار قوي قويا. قذف بالزبد يعني هناك رغوة مثل الزبد البحر هكذا، تكون رغوة، تكون يعني يلقيها تماما حتى تزول تماما، نعم، حتى يكون صافيا بعد ذلك، يعني يقذف الزبد، يزول الزبد حتى يعني يكون يعود رقيقا صافيا بعد ذلك. قال: والعصير إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه. تنتبه جيدا، العبرة ليس بالأسماء، هذه الأشياء تغيرت وتطورت، هذا ربما لا تجدها إلا في كتب الأدب، ولذلك نقول على الفقيه أن يقرأ كتب الأدب حتى يعرف كيف كانوا يعيشون. ففي كتب الأدب تذكر هذه الاصطلاحات، الطلا والعصير وكذا. العصير في زماننا هو الفواكه التي تطحن ويشربها الناس، هذا الشيء مختلف تماما. إذا هو الآن يتكلم عن الأشربة المحرمة. الخمر ذكرنا هو عصير العنب، العصير وهذا إذا طبخ وحتى ذهب أقل من ثلثيه بعد الطبخ، يعني يذهب أقل من الثلثين، ويسمونه البادق أو الطلاء. ونقيع التمر والزبيب إذا اشتد. نقيع التمر والزبيب يعني ينقع، ينبذ يعني حتى يشتد، يعني إذا غلا واشتد كما قلنا. ونبيذ التمر يعني النبيذ ما ينبذ، كل ما ينبذ ما يلقى فيه، يلقى فيه هكذا يعني مواد سكرية كالتمر ونحو ذلك. هنا الآن نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخ حلال وإن اشتد. إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخ، طبخ يسير يعني، حتى وإن اشتد. إذا شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لا يسكره من غير لهو ولا طرب. شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لا يسكره. وهذه المسألة خلافية بين أبي حنيفة رحمه الله رضي الله تعالى عنه وبين صاحبيه وبين يعني غيرهما يعني مع الجمهور. ولذلك يعني هذه المسائل التي كانوا يعيبونها على أبي حنيفة رحمه الله، يقول: وإن حنفيا قلت إذا سألوني عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلم. فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم. وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم. وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم. وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض حلولي مجسم. وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم. تعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم. إذن هنا إذا طبخ أدنى طبخ
حتى وإن اشتد، إذا شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لا يسكره، شرب عنه ما يغلب على ظنه لا يسكر، لكن ليس في مجلس له وليس في مجلس طرب. طيب، هذه المسألة التي تعاب على أبي حنيفة رحمه الله. كثير من الناس يشتد ويهزأ ويسخر منها، وهو لا يعلم أنها حل لمشكلات لا حدود لها في أشربة السعال التي أنت تتناولها بوصفة الطبيب فيها هذا الذي حذر منه أبو حنيفة، فإذا ما شربت كمية كبيرة سكرت. فماذا تفعل؟ تتركه؟ طيب اتركه، بل إذا ما ذهبت إلى مختص بالأشرب بالأطعمة أو الصيدلة سيقول لك هناك حد معين من أكل الموز الذي أحله الله سبحانه وتعالى، إذا شربته ستصل إلى حد السكر لا محالة. فالمراد به هذه الأقوال حتى وإن كانت ضعيفة، نعم بلا شك، إذا ما اتخذت ذريعة من أجل الشهوات، أبو حنيفة رحمه الله ما قال هذا. أبو حنيفة حتى روي عنه يعني لو فعلوا بما فعلوا، ذكر هكذا شيئا يعني لا أشرب منه قطرة، ولو يعني قالوا لي أيضا فعلوا بكذا ما قلته حرام. يعني يريد أن هذا هو الحكم الذي وصل إليه، فهذا يستفاد منه في بعض الأشياء، في بعض الأشياء التي تستخدم. وأيضا جماعة أوزبكستان ربما يستمعون إلينا، وقرغيزستان عندهم شيء يسمى القمز. القمز هذا هو لبن الفرس، ولكن من شروط شربه أن يتعفن لابد أن يتعفن وأن يكون فيه حموضة هكذا، وفي أشياء تمشي أحيانا أنا رأيتها تمشي هكذا، وهذا عندهم يعني شيء أساسي وليس من الأدب أن ترفضه إذا قدم إليك. وكل من رأيته من هؤلاء الناس، كل من رأيته في قرغيزستان وفي أوزبكستان يقول لا نعلم أحدا يعني يسكر منه، لكن ربما الكميات الكبيرة، ربما الكميات الكبيرة هي التي تسكر. إذن هذه الأقوال يستفاد منها وقت الضرورة، فمن ابتلي فليقلد من أجاز. قال ولا بأس بالخليطين، يعني حينما يخلط صنفان من الفاكهة كالزبيب والعنب، كالزبيب والتين مثلا، أو الزبيب والتمر، وهو الذي يسميه المصريون خشاب، يسمونه خشاف. كلمة خشاف كلمة محرفة عن الكلمة الفارسية خشاب، خشاب يعني ماء جيد، يعني خشاب. فهنا هذا يعني أصناف تخلط عند لا بأس من ذلك، إلا طبعا إذا أسكر كله حرام. ونبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة حلال وإن لم يطبخ، كل ذلك حلال. طبعا إذا قلنا حلال يعني ما لم يسكر أو غلب على الظن أن يسكر. وعصير العنب إذا طبخ حتى ذهب منه ثلثاه وبقي ثلثه حلال وإن اشتد لأنه لا يسكر. ولا بأس بالانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت، هذه في البخاري، وقد نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، ثم بعد ذلك أباح لهم ذلك. وبعض الناس يقول منسوخ، لا الحقيقة ليس منسوخا، إنما هو الأمر لتحتاط. يعني ما هو الدباء والحنتم والمقير والمزفت وهذه أشياء؟ الدباء آنية يتخذونها من القرع اليقطين لأنه قوي هذا، فيتخذونها، وأصلا هو مادة، هو أصلا مادة سكرية، فحينما يضعون في أشياء ماء وربما نبيذ وأشياء تمر وكذا، هذا يسرع تخمرها في الجو الحار، وهي يعني تسرع الاختمار، فنهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك، خشية أن تسكر. لكن لما علموا أن هذا العلة هي الإسكار، بعد ذلك سمح لهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك.
ولا بأس في. طب هذه الدباء قلنا، والحنتم يعني نوع من الجرار، نوع من الجرار لونها أخضر أو خزف أو هكذا، يعني كانت تأتي إلى المدينة. والمزفت والمقير، المزفت يطلى بالزفت هكذا من خارجه حتى يكون مادة عازلة تمنع تسرب الماء، ولما الزفت مادة سوداء حارة إذا جاذب للحرارة، فتأتي المادة الحارة ولا سيما في الحجاز فيسرع في تخمره. والنقير أو المقير، النقي المقير هو يطلى بالقير، القير مادة سوداء أيضا، أو النقير خشبة تحفر ويوضع فيها مثل ما يسمى يستعمله اندونيسيا وماليزيا في البامبو، يستخدمونه في آنية وكأكوس للشرب. قال وإذا تخللت الخمر حلت، سواء صارت بنفسها خلا أو بشيء طرح فيها. عندي خل تخمرت، عفوا خمر تخللت، الأصل أن يمر السائل بالتخمر ثم بالتخلل بعد ذلك. طيب هي الآن وضعت التفاح مثلا، تريد أن تخل التفاح أو خل الرمان أو خل العنب أو هكذا، فتضعه في وعاء مكشوف، طبعا يفضل ألا تكشفه حتى لا تدخل حشرات، يغطى بغطاء يسمح بدخول الهواء والأكسجين من أجل البكتيريا التي تقوم بالتخمير. طيب هذا إذا بقي كما هو بدون إضافة شيء إليه حلال عند الجميع. هنا يقول سواء صارت خلا بنفسها أو بشيء طرح فيها، خلا بنفسها يعني هذا حلال عند الجميع، أو بشيء طرح فيها إذا ما تضيف إليها شيء حتى تختمر كالخميرة ونحوها أو مواد معينة عندنا جائز، عند الشافعي لا يجوز، ولذلك نص على المسألة قال أو بشيء طرح فيها. الشافعي ماذا يقول؟ يقول إنها أن الشيء الذي طرحته فيها تنجس بالخمر فصار نجسا وبقي على نجاسته، ثم نجسها بعد ذلك فصارت نجسة. أما عندنا يجوز سواء تخلت بنفسها أو بغيرها، حتى عند الشافعي يحرم صناعة الخل ويجوز استعماله، يعني يغتفر في النهايات ما لا يغتفر في البدايات. قال ولا يكره تخليلها، ويشير إلى هذا، لا يكره يعني لا مانع أن تصنع الخل وأنا أصنعه بنفسي، لماذا؟ لأني لا أثق بخل السوق، نعم هو لفوائده لكن لا نثق بهؤلاء والغش كثير. قال كتاب الصيد والذبائح، وأيضا مرتبط بعض تلك أشربة محرمة الآن ما يحل ويحرم من الصيد. قال يجوز الاصطياد بالكلب المعلم والفهد والبازي وسائر الجوارح المعلمة. الكلب المعلم والفهد، الفهد أسرع ويتخذ للصيد، وهذا داخل تحت عموم قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين. وسمعت من الفوائد أن الفهد إذا ما أرادوا تعليمه لها يضربونه، إذا ضربوه لا يتعلم، هكذا مثل بعض الناس يضرب لا يتعلم، فكيف يعلمونه؟ يأتون بالكلب ويدربونه أمامه، فالكلب إذا لم يستجب وكل الصيد يضربونه، فإذا مر الكلب يضرب أمامه يتعلم من بعيد، إذن هو أشرف من الكلب. إذن بالكلب المعلم والفهد والبازي، البازي هو الصقر أو أي نوع من الطيور يمكن تخلقه، المراد به الصقر، وسائر الجوارح المعلم، هذا مطلق، وسائر الجوارح المعلمة لإطلاق القرآن الكريم. وتعليم الكلب أن يترك الأكل 3 مرات، يعني كيف نعلم أن الكلب تعلم؟ 3 مرات متتالية لا يعني لا يترك الأكل، يعني يصيد لنا حيوان ويعطيه لنا، يعني لا يأكله، أما إذا أكله فنعلم أنه لم يتعلم بعد. وتعليم البازي أن يرجع إذا دعوته، حينما تناديه يأتي، هذا البازي هذا تعليمه، يعني يبدو أن البازي يأكل دائما يعني، لكن هنا ما دام يرجع إذا هو معلم الآن.
فإذا أرسل كلبه المعلم أو بازيه أو صقره على صيد، البازي نوع من الصقور يعني، نعم، أو صقره على صيد وذكر اسم الله تعالى عليه عند إرساله فأخذ الصيد وجرحه فمات حل أكله، وإن أكل منه الكلب لم يؤكل. إذا أكل منه نعلم أنه إنما صاده لنفسه ولم يصده لصاحبه، ونعلم أنه غير معلم. وإن أكل منه البازي أكل، نعم. وإن أدرك المرسل الصيد حيا وجب عليه أن يذكيه، فإن ترك تذكيته حتى مات لم يؤكل، يعني الطائر أو الكلب قتله يحل لنا هذا، لا لم يقتله عاد حيا نذكيه، إن بقي حيا ولم نذكيه حتى مات حرم أكله. وكذلك الصيد، هذه يسمونها التذكية الاضطرارية، الصيد نطلق الرصاص على الطائر أو الحيوان فإذا مات مباشرة حل أكله لأنه قد ذكي تذكية اضطرارية، فإن بقي حيا لا بد من ذبحه، فإن بقي حيا وأهملنا أو تشاغلنا أو بحثنا عن السكين ولم نجد حتى مات هذا لا يحل أكله. نعم لم يؤكل. قال وإن خنقه الكلب ولم يجرحه لم يؤكل، هنا خنقه خنقا أيضا لا يؤكل. وإن شاركه كلب غير معلم أو كلب مجوسي أو كلب لم يذكر اسم الله عليه عند إرساله لم يؤكل، يعني اشترك كلبان وأحدهما لمجوسي، المجوسي لا تحل ذبيحته، أو لمشرك أو الإنسان بلا دين الملحد أو كلب غير معلم كله لم يؤكل. وإذا رمى الرجل سهما إلى صيد فسمى عند الرمي أكل ما أصاب إذا جرحه السهم فمات، سميت عند إطلاق الرصاصة يؤكل ما دام جرحه فمات. ولذلك يعني أقول لكم من واقع التجربة، انوي الصيد بهذه الرصاصة ليس صيدا بعينه، لأنه حصلت معي مرة والحقيقة ترددت ولم آكل الطير، سددت نحو صيد معين يعني أريده وأقصده بهذا، فوجدت الرصاصة أصابته وأصابت طائرا آخر فسقط، الثاني لم يكن بقصدي ولا في حسباني، لذلك شككت في أمره فتركته، قلت ربما لا يكون حلالا لأني ما قصدته ولا نويته، لذلك أنت أنوي ما تصيد هذه الطلقة هكذا يعني وجهها نحو الصيد وجهته أفضل يعني. وإن أدركه حيا ذكاه وإن ترك تذكيته حتى مات لم يؤكل، نعم إن أدركه حيا ذكاه ذبحه يعني، وإن ترك تذكيته حتى مات لم يؤكل. وإذا وقع السهم بالصيد فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتا أكل، الصيد تحامل ومشى وأنت ترك خلفه لكن لم تغب عنه ولا تزال في طلبه، يعني تبحث عنه حتى وجدته قد مات من النزيف، هذا حلال. أما والله غاب عنك وجلست تشرب شاي قلت يعني أين يذهب، الأرض محصورة ونبحث بعد ذلك، فربما يكون بقي حيا فترة طويلة فمات ليس من سبب الإصابة أو يعني تشاغلت عنه حتى مات فهذا لا يجوز. وإن كان قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لم يؤكل. وإن رمى صيدا فوقع في الماء فمات لم يؤكل، وهذا انتبه إليها، كثير من الصيادين لا ينتبه لهذا الأمر. نطلق الرصاص فيقع الطائر على الماء، وقع في داخل الماء فمات، ربما يكون مات غرقا فلا يؤكل، فلا بد أن يكون قد مات قبل دخوله الماء. وكذلك إن وقع على سطح أو سفح جبل ثم تردى منه إلى الأرض لم يؤكل، صار موقوذة، عفوا صار متردية، صار متردية، موقوذة هي المضروبة، ف يعني ضربت الغزال ها
والغزال وزنه ثقيل، ثم لم يمت لكنه سقط من السفح الجبل، من سفح الجبل، فنعلم هذا ربما هذا يعني مات متحطما لم يذكى، فهنا صار مترديا. وإن وقع على الأرض ابتداء أكل، إذا وقع مباشرة من الإصابة أكل، لأن نعلم أنه مات من إصابتك. نعم، يعني إذا أما إذا تدحرج من مكان إلى مكان وكذا وكذا فربما يكون مات من الإصابة الثانية التي هي التردي. قال: وما أصاب المعراض بعرضه لم يؤكل وإن جرحه أكل. ما أصاب المعراض بعرضه لم يؤكل وإن جرحه أكل. المعراض يعني أداة صيد مثل العصا، وهو الذي يضرب هكذا يضرب يقتل بعرضه، هذا موقوذة وقد نهى الله تعالى عنها. أما إن جرحه يؤكل، لأن لماذا؟ لأنه مات من الشق وليس من الوقذ الذي هو الضرب. ولا يؤكل ما أصابته البندقة، إذا مات منها. هذه ماذا تسمونها أنتم في بلادكم؟ نحن صغار يعني في بلادنا يسمونها النشاب أو النشابة، هي مأخوذة من النشاب، كلمة عربية فصيحة، وأهل الشام يسمونها نئفة، يعني هذه هكذا قوس من الشجر أو غيره، ويوضع له مطاط وحجارة ترمى باتجاه الطير. هذه لا يؤكل، صيدها لا يؤكل لأنها موقوذة، لأنها تقتل بعرضها ليس بثقلها، ليس بحدها. خذ القاعدة تقول: ما قتل بثقله لا يؤكل، أما ما قتل بحده فيؤكل. هذا أخذوه من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أصاب ما خرق وأنهر الدم فكل، أو ما خزق وأنهر الدم فكل. هنا انتبهوا جيدا، تجد في بعض الكتب ولا سيما عند المحنفية المتأخرين وربما بدءا من ابن عابدين فنازلا، يفتون بعدم أكل صيد ما قتل بالرصاص، ويخرجونه على أنه موقوذ، وأنه قتل بحده بثقله لا بحده. والحقيقة هذا الكلام فيه نظر كبير جدا وليس صحيحا، بل ليس دقيقا. فالقتل بالرصاص أشد إنهارا للدم من السكاكين، يعني من واقع التجربة، وأنا أتكلم وأنا خبير بهذا الشأن يعني هذا. ولذلك جاء بعض المتأخرين من الحنفية فاستدرك على الشيخ بن عابدين، ومنهم الشيخ أظن اسمه الحمزاوي ألف كتابا سماه تحفة الخواص في حل ما صيد بالرصاص، وأفتى بالجواز، والعمدة في هذا على قول النبي عليه الصلاة والسلام: خرق أو خزق وأنهر الدم فكل. فالرصاص هو أشد إنهارا للدم، بل يخترق أسرع من الصوت، يخترق أسرع من الصوت وينفذ الجهة الثانية. فإذا هذا لا ينطبق عليه ما قيل في البندقة وهذه الأشياء. البندقة هذه نعم الحجارة التي يرمى بها الطيور ونحوها. وإذا رمى إلى صيد فقطع عضوا منه أكل الصيد ولا يؤكل العضو، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أبين من حي فهو ميت. ما أبين يعني ما قطع، من حي فهو ميت، يعني أطلقت الرصاص مثلا فطارت رجل الغزال مثلا، سقطت وبقي حيا هنا ومات، بقي حيا هو أو ذكيته، فالذي قطع وهو حي هذا لا يؤكل، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أبين من حي فهو ميت. العرب في الجاهلية كانوا يعني سبحان الله، وربما تجد أمم من يفعلون هذا، يعني مثلا جاءه ضيف ولا يريد أن يذبح أو يريد أن يطعم أولاده، لا يريد أن يذبح الحيوان، فيأتي وفي تعذيب للحيوان يقطع مثلا شيئا من الإلية، مثلا إلية الغنم، يقطعها بالسكين ثم يخيطها بالخيط فتلتئم الجرح، يلتئم الجرح بعد ذلك،
هذه يطبخون هذا حرام نجس هذا ولا يؤكل العضو. قال وإن قطعه أثلاثا والأكثر مما يلي العجز أكله. قطعه أثلاثا والأكثر مما يلي العجز يعني من الآخر يؤكل، وإن كان الأكثر مما يلي الرأس أكل الأكثر ولا يؤكل الأقل، وهكذا. ولا يؤكل صيد المجوسي، يعني أقول لكم شيئا سبحان الله لكن قليل حصل معي، ولكن من هو من استمر على الصيد وأطلق رصاص كثير يصل معه أحيانا، يعني يصل الأمر بنا أن نذكي الطائر وهو يعني بالسلاح، يعني نطلق الرصاصة إلى جهة العنق، إلى جهة العنق فتفري الأوداج فعلا ويسقط ميتا، والخبير يعلم هذا، من كان صيادا يتابعنا يعلم هذا، هذا كثير ليس شيئا نادرا يعني. قال ولا يؤكل صيد المجوسي والمرتد والوثني، كل هؤلاء لا يؤكل صيدهم ولا ذبيحتهم. نعم، خلافا لأهل الهوى من طائفة المشايخ الآن، يذهب إلى دول كافرة لا تذكي على الشريعة وليس أهل الكتاب ويأكل ويقول سمي الله وكل، والناس يقلدونه في هذا، لأن الأخ مدعو من شركة، الأخ الشيخ يعني مدعو من شركة هي تقوم بهذا ولها مصالح كثيرة جدا وجاء في ضيافته، ماذا حرام، كله حرام هذا. ومن رمى صيدا فأصابه ولم يثخنه ولم يخرجه من حيز الامتناع فرماه آخر فقتله فهو للثاني ويؤكل. هذه مسألة القاعدة تقول من سبق إلى مباح فهو أحق به، فهنا عندنا سبقت إلى صيد أرنب مثلا وأطلقت عليه رصاصة ولم يمت وبقي قويا، لم يخرج من حيز الامتناع، ليس هكذا متعثرا يسقط، لا بقي قويا فيه قولا سبحان الله، وأقولها على سبيل الفائدة، وكنت أحفظ سبحان الله حينما كنت صغيرا أن أصيد طيور معينة حتى أحفظه، أعرف الطير أعرفه جيدا كثرة ما يعني تطلق عليه فلا يصاب، يصاب لكن لا يموت، ومرة ثانية يصاب ولا يموت، فكنا نسميه الطائر النكر يعني لشدة إنكاره، فهذا عنده حذر شديد جدا، عنده حذر شديد ويرى الصياد من بعيد ويصعب صيده، أحيانا نصيده هكذا أحيانا نصيده، يقول إذا وقع القدر عمي البصر، فإذا ما صدنا هذا النوع من الطيور تجد جسمه يعني هكذا كما يقال في العامية مقطع وموصل، تجد فيه إصابات عديدة سابقة وقد نجا منها. المهم الصورة المفترضة أصبته ولم يموت وبقي ممتنعا، يعني يستطيع أن يطير أو أن يهرب أو أن يعيش، ثم جاء صياد آخر فأطلق عليه الرصاص فهو للثاني دون الأول، أما إذا أجهزت عليه أو إصابة كانت بليغة فهو للأول. يقول نريد دورة في الصيد. طيب إن شاء الله. وإن كان الأول أثخنه فرماه الثاني فقتله لم يؤكل، الأول أثخنه فرماه الثاني فقتله لم يؤكل. يقول لأنه احتمال أن يكون مات بالثاني وليس هذا بذكاة، للقدرة على ذكاة الاختيار، يعني العلة في هذا يعني هذا الحيوان انتبهوا جيدا، حتى الصياد ذاته ليس صيادا آخر، هذا قيد اتفاقي، يعني أنت أيها الصياد أطلقت الرصاص على حيوان فتعثر وكنت تستطيع أن تصل إليه حيا لتذبحه فأطلقت عليها الرصاصة رصاصة أخرى أو أطلق على صيد آخر لم يؤكل، لماذا؟ لأنه يوجد قدرة على تذكيته ولم يذكى. يقول ما حكم الصيد الفخاخ التي تصيد الطيور إن ماتت؟ إن ماتت هذا حرام، إن ماتت لأن هذا أيضا موقوذة، الفخ يضغط على الحيوان فيخنقه خنقا، ولذلك الأفخاخ التي كنا يعني نأكل منها هي التي تمسك الطائر من قدمه أو من ليس من 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 عنقه، إذا أمسكه من عنقه سيموت لا محالة،
فلا تمسكه من مكان لا يكون مقتل، فهذا جائز. قال وإن كان الأول أثخنه فرماه الثاني فقتله لم يؤكل، والثاني ضامن لقيمته للأول غير ما نقصته جراحته، يعني الثاني يضمن لأنه فضيع عليه صيدا له ثمن وله قيمة ولم يكن ممتنعا، ولكن يعني دون الجراحة، ثمنه هو مجروح يعني. ويجوز اصطياد ما يؤكل لحمه من الحيوان وما لا يؤكل، يجوز اصطياد ما يؤكل لحمه من الحيوان وما لا يؤكل. لأنه قد يكون منتفعا به إلا ما نهى الشارع عنه، في أشياء في حيوانات نهى الشارع عنها، يعني منه الصرد، طائر الصرد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله، والحقيقة والله ما كنت أعلم، كنت صغيرا وكنت طفلا وقد صدت منها كثيرا وأنا لا أعلم أنها الصرد، فلما علمت هذا توقفت تماما. فأتيت في فيسبوك أو نعم في فيسبوك صورته وقلت هذا حرام، يعني انتبهوا هذا الصرد الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يعني نستغفر الله تعالى ونعلم الناس، لأن أغلب الناس لا يعلم، وهو كثير جدا خاصة في موسم هذا في آخر الربيع، في آخر الربيع وبداية الصيف يكثر جدا، يأتي مع التوت يكون كثيرا جدا هذا الصرد، ويأكل دود بكمية وافرة. فهو طائر مثل العصفور أكبر بقليل، وقد رأيته في تصوير فيديو يأكل عصفورا آخر ومع أنه بحجمه سبحان الله، فهو طائر متوحش. وحينما كنا نقبض عليه حيا يعني كان يؤذينا، كان يعض وكان يجرح وكان يعني هو مع صغره. فهذا هو الصرد، له أنواع متعددة، بعضه مكحل العيون وبعضه عليه مثل النمل نقاط كثيرة في صدره تشبه النمل، وبعضه يكون أبقع الرأس يعني بقعة هكذا سوداء في رأسه، وهكذا أنواع نعرفها كلها تسمى طائفة الصرد، وكلها طيور يعني مفترسة ولكنها صغيرة الحجم. فحينما كتبت بدأ يهجمون علي الإخوة، الناس أين وأنت تتكلمون في المسائل التافهة، عادة بعض الناس هكذا لابد أن يعبر عن شعوره، نحن نعلم الناس صغار العلم وكبر، نتكلم في العقيدة ونتكلم في الصرد ونتكلم في الاستنجاء ونتكلم في كل شيء. إذن يجوز، لأنه قد يعني ربما أحيانا بعض الحيوانات تستدفع شرها، يعني مثل هذا الغراب المزعج الذي يأتي ويفسد الزرع، فهذا يعني يجوز قتله. طبعا له فوائد، يعني بعض الناس خاصة أهل الجوز رأيته في أوزبكستان وعجيب، يعني يعتمدون عليه في الأشجار المرتفعة جدا. ماذا يفعل؟ يأتي الفلاح أو المزارع في الصباح ويطلق شيئا أو يرمي حجارة أو يصيح صوتا مرتفعا في الصباح، فكل غراب وغربان كثيرة جدا في يده جوزة أسقطها، يجمع الفلاح هذه الأشياء ويكرر عملية بعد نصف ساعة أو ساعة، فيجمع الجوز المرتفع عن طريق الغربان هذه، فالغراب أخذ أجرته بهذه الطريقة، وهو حيوان ذكي، وقد رأيته بنفسي مرارا وتكرارا يقطف الجوزة أو يسرقها من البيوت ويلقيها، أما في طريق الناس لتكسر أو يلقيها من أعلى حتى تكسر سبحان الله، لكن قد يؤذي وصيد الحيوان المؤذي يعني جاهز. قال وذبيحة المسلم والكتابي حلال، نعم للنص، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولا تؤكل ذبيحة المجوس والمرتد والوثني والمحرم، نعم المحرم، لأن الله سبحانه يعني الصيد ما دمتم حرما. وإن ترك الذابح التسمية عمدا فذبيحته ميتة لا تؤكل، يعني كان قادرا على التسمية ولم يسمي، فالذبيحة ميتة لا تؤكل عندنا الحنفية، وعند الشافعية إذا كان مسلما تؤكل، وإن تركها ناسيا أكلت عند الجميع. والذبح في الحلق واللبة، الحلق معروف، واللبة يعني هي المنحر، هنا هذه العقدة إلى الصدر يعني. والعروق التي تقطع في الذكاة أربعة، يعني التذكية الشرعية، يقول أصحاب البدع المكف
فراء، هل تؤكل؟ ذبيحة لا تؤكل. إذا علمت أنه كالباطنية وكالدروز ونحوهم هذا منصوص على أنه لا يؤكل. والعروق التي تقطع في الذكاة أربعة: الحلقوم والمريء والودجان، فإن قطعها حل الأكل. الحلقوم الحلق، والمريء هو مجرى الطعام، الحلقوم الحلق، نعم المريء مجرى الطعام والحلقوم هو مجرى التنفس. الحلقوم مجرى التنفس والمريء هو مجرى الطعام، إذن هي أربعة: الحلقوم مجرى التنفس، والمريء مجرى الطعام، والودجان يعني هذان اسمه ودجان، فإن قطعهما حل الأكل، وإن قطع أكثرها فكذلك عند أبي حنيفة، لأن الأكثر يأخذ حكم الكل. قال الصاحبان وقالا لا بد من قطع الحلقوم والمري وأحد الودجين، الحلقوم والمري وأحد الودجين عند قول الصاحبين. ويجوز الذبح بالليطة والمروة وبكل شيء أنهر الدم إلا السن القائمة والظفر القائم. يعني هذه الليطة نوع من القصب، وتجد أنت في أندونيسيا وماليزيا وتايلاند وهذه البلاد تكثر جدا ويستخدمونها بكثرة، وأحيانا تكون حادة كالسكين، إذن يجوز الذبح بها. والمروة الصخرة، الحجارة، الصلب، نوع من الصور، الحجر هكذا إذا ما كسر يكون حادا. وبكل شيء أنهر الدم إلا السن القائم والظفر القائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. السن القائم يعني أن تتعض بأسنانك وتقطع هكذا هذا بالناب، هذا لا يجوز. والظفر كذلك كانوا يفعلون في الجاهلية، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان قائما طبعا، أما إذا كان طويلا وحادا ومثل السكين مثلا فهذا اختلف. نعم، ولذلك قال هنا القائم غير المنزوع. نعم، والظفر. ويستحب أن يحد الذابح شفرته، قال عليه الصلاة والسلام فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعني هذا مستحب. لماذا؟ لأنه يسرع في القطع ولا يؤذي الحيوان. ومن بلغ بالسكين النخاع أو قطع الرأس كله كره له ذلك، يعني إذا ذبحت إذا وصلت إلى النخاع يعني خلاص توقف أنت، لأن الحيوان خلاص قد ذبح، وهذا ربما يسبب ألم للحيوان، ألما زائدا، فلست بحاجة إليه لأنه ذبح وسيموت. يكره له ذلك لكن لا يحرم. نعم، والعظم يجوز. نعم، العظم إذا كان حادا يجوز الذبح به. قال وتؤكل ذبيحته، وتؤكل ذبيحته يعني إذا قطع، إذا حتى النخاع. وكثير من الناس لا يعلم، خاصة من لا ليس معتادا ولم يتدرب، يظن أن ذبح قطع الرأس كاملا. لا، الرأس لا يقطع كاملا، تقطع أنت إلى هذه الأربعة المذكورة حتى تصل النخاع، العظم، منطقة العظم هذه، النخاع الشوكي يعني، حينما تصل هنا توقف، توقف حتى ينزل الدم ويعني يموت الحيوان ثم اقطع بعد ذلك. وإن ذبح الشاة من قفاها فإن بقيت حية حتى قطع العروق جاز ويكره. هذا السؤال يكثر جدا، ما يسمى المقصلة، وهي التي تفعلها شركات كثيرة. ذبح الحيوان تقطع من أعلى إلى أسفل، إذا بقيت حية حتى قطع العروق جاز، إذا مات قبل ذلك يعني، وأظنها تبقى حية. لماذا؟ لأنها سريعة جدا، وأن نحن لن نريد أن نعسر على الناس. يقول هذا يكره، يكره إذا كان بقيت حية، أما إذا ماتت قبل أن يتم القطع يحرم، وهو لم تؤكل. وإن ماتت قبل قطع العروق لم تؤكل. وما استأنس من الصيد فذكاته الذبح، يعني عندك غزال بري أو أرنب بري فهذا ذكاته الذبح. و يعني لكن له يعني طريقة في تربية الأرنب البري، سبحان الله. مرة أخذته ووضعته فوق السطوح
والسطوح لها سور مرتفع يعني حوالي متر، يعني قلنا انه نربيه فوق وعندنا ارانب هكذا، لكن هذا لا يزال متوحشا بري. فوجئت في الصباح وقد قفز من الى الطابق الرابع الارض فمات، يعني يظن نفسه في الصحراء يعني هكذا. فهذا يحتاج الى مكان يحبس فيه حتى يعتاد هذا، اما تجعله في مكان بر اذا هذا يذبح شرعا. فذكاته الذبح. وما توحش من النعم فذكاته العقر والجرح. يعني عندك من كان منكم من قرغيزستان في جبالها، خاصة في منطقة أوش، ذهبنا في الطائرة في منطقة أوش وطرنا في بعض الأماكن فرأينا غابات، قالوا هذه الغابات يضعون فيها الأبقار دون أي رعاية، تأكل ما تشاء أعشاب وماء كثير، وهي تدافع عن نفسها، لا يستطيع الذئب أن يقترب منها، ولكنها يعني توحشت لا يمكن الاقتراب منها حتى لأصحابها. فهؤلاء ماذا يفعلون؟ وضعوها في أماكن معينة محصورة تعيش هكذا حتى يوفر موضوع النفقات، فإذا ما حل حان وقت ذبحها يعني يطلق عليها الرصاص أو شيء من هذا. فهذا اسمه تذكية اضطرارية، إنه لا تستطيع أن تصل إليه وربما يقتلك، خاصة الثور إذا كان متوحشا. إذا وما توحش من النعم فذكاته العقر والجرح، فتسمى التذكية الاضطراري. العقر يعني هكذا قطع، يعني شيء يجرحه، يعني يضربه بآلة حادة فيصيبه مثلا حتى يجرح، يعني شق البطن أو الرمح أو السكين أو أي شيء هكذا. والمستحب في الإبل النحر، فإن ذبحها جاز ويكره. في الإبل يستحب النحر، يعني يطعن هكذا فيها، هذا السنة. أما إذا ذبحها ذبحا عاديا فهذا جائز لكنه مكروه. نعم، يكره لمخالفة السنة. والمستحب في البقر والغنم الذبح، فإن نحرهما جاز ويكره. السنة أن يذبح هكذا. أما الإبل موجود عندك برامج في يوتيوب تنظر إليها، يطعنونه في مكان معين هنا فينزل الدم ثم يكملون بعد ذلك. ومن نحر ناقة أو ذبح بقرة أو شاة فوجد في بطنها جنينا ميتا لم يؤكل أشعر أو لم يشعر، هذا عندنا الحنفية، أما عند غيرنا ولا سيما الشافعية فإنه يؤكل. والسبب فيه الخلاف في الحديث. حديث يقول ذكاته ذكاة أمه، يعني عند الحنفية أخذوا هذه الرواية ذكاته ذكاة أمه، يعني كذكاة أمه، فهو منصوب بنزع الخافض، فيقول الحديث معناه أن تذبحه كما تذبح أمه، يعني كأنه قال ذكاته كذكاة أمه، رواية النصب لأنه منصوب بنزع الخافض، حرف الجر حذف فانتصب الاسم بعده، فكان المعنى ذكاته كذكاة أمه. والشافعي أخذوا برواية الرفع ذكاته ذكاة أمه، يعني ذكاة أمه ذكاة له، فقالوا بحله عند السادة الشافعية، عندنا لا يحل إلا إذا خرج حيا وذبح. ولا يجوز أكل ذي ناب من السباع ولا كل ذي مخلب من الطير، هذه قاعدة في مذهب الحنفية، وأيضا فائدة مذهبنا الحنفية أصعب المذاهب في المطعومات، أصعب المذاهب في المطعومات، يعني تقريبا أغلب في أشياء كثيرة لا تحل. ولذلك حينما كنت أذهب إلى أندونيسيا وجماعة أندونيسيا ما شاء الله طيبون وكرماء ويأتون بأشكال وألوان بعض الناس لا يستطيع أن ينظر إليها، فأنا أقول لهم إذا دخلت أندونيسيا فأنا مالكي حتى أعود. فالمالكية هم أسهل المذاهب في المطعومات، يعني مثل جراد البحر ومثل هذه أشياء، نعم أشياء منظرها مخيف لكنها طيبة وهكذا. ولا يجوز أكل ذي ناب من السباع ولا كل ذي مخلب من الطير. طبعا عند حنفية أنا حققت أن القريدس يسمى الأتراك قريدس، والسوريون قريدس، والأتراك يسمونه في اللغة الإنجليزية اسمه شريمس، هذا في العربية اسمه الإربيان، والعرب في الجزيرة يسمونه الروبيان، يعني بكلمة قلب، يعني فكلمة الروبيان أقرب الكلمات إليه. هذا حققت أنه حلال لأنه سمك. القاعدة عندنا ولا يحل
من البحر إلا السمك. إذا ما رجعت إلى معاجم اللغة ولا سيما الزبيدي وهو حنفي يقول عن الإربيان هذا، يقول هو سمك كالدود، إذا هو سمك. أما باقي الأشياء هذه ليس سمكا فلا تحل في مذهب الحنفية. إذا قال ولا يجوز أكل ذي ناب من السبع، الذي ناب يصطاد به، ليس مطلق الناب أو الجمل له ناب، المراد ناب يصطاد به. ولا كل ذي مخلب من الطير، أيضا له مخلب، مخلب يصطاد به. ولا بأس بأكل غراب الزرع. الله، هذا غراب الزرع يسمونه في العامية وفي الفصحى يسمونه الزاغ، الزاغ، وهو نوع من الغربان شديد السواد، ولكن هذا يكون في الزرع، لا يأكل، يأكل حب قمح، لا يأكل أوساخ والنجاسات كالغراب هذا الذي هو قمام. ولا يؤكل الأبقع الذي يأكل الجيف، ولا يؤكل الأبقع، الغراب الأبقع هكذا له بقعة في رأسه سوداء وملون هكذا بين الرصاص والأسود يسمونه الغراب الأبقع، فهذا لا يأكل إلا الجيف، فهذا حرام أو مكروه تحريما. وهناك نوع يخلط يأكل هذا وهذا، فهذا يعني يكره خوف علة، يعني حتى يعني ربما يضر. قال ويكره أكل الضبع والضب والحشرات كلها، يكره تحريما أكل الضبع. الضبع الشافعية يحلونه، وإن إخواننا الشافعية هكذا أمس أحدهم، أحد الفضلاء من طلابنا في المركز يقول يعني أنت فضحتنا، الناس لا يعلمون أن الشافعية يأكلون هذه الأشياء. إذن الضبع، والشافعي على ما أذكر يروى عنه أن قرأتهم يأكلونها بين الصفا والمروة. قاعدة الشافعي في هذا الباب في يقول الخبيث ما استخبثته الأنفس العربية وقت التنزيل، فما دام ثبت عند الشافعي أن العرب يأكلونه فعنده هذا حلال هكذا وقت التنزيل. إذن عندنا يكره تحريما الضبع، ضبع في اللغة الإنجليزية هينة، تمام، من لا يعرف الضبع. والضب الضب نوع من السحالي يشبه الكوماندو لكن صغير، كوماندو كبير جدا ومخيف طبعا، الكوماندو لا تستطيع أن تأكله، هو يأكلك ويأكل أمثالك. الكوماندو أو التنين يأكل البقرة بسهولة، رأيت بعض التسجيلات يأكل البقرة يلتهم التهاما، وهو حيوان معدته تهضم كل شيء، وهو من أخطر الحيوانات. موجود الآن في أندونيسيا في جزر معينة يسمونه الكوماندو أو التنين في العربية. الضب ليس كذلك، الضب اسمعوا فيها ثلاث أصناف، ما دامنا صياد فعليكم أن تستفيدوا هنا هذه الفوائد. في عندنا الورل، الورل أيضا نوع من السحالي كبير وطويل وذنبه طويل، وهذا يأكل الحية ويأكل العقرب كما تأكل أنتم الشبسي. طبعا الشبسي هذا لا أكله لأن هذا يضر، كيف أنتم تأكلون الشبسي ولا أنصحكم بأكله. فهذا الورل العامة تقال الأرول، يأكل الحية والعقرب يعني هكذا بسهولة متناهية، لكنه حيوان خطير هذا الورل، حيوان خطير ويعض، وعضته شديدة وقوية جدا، إن حتى مرة والدي أراد أن يمسكه وفي يده لا يزال هكذا في الظفر الأعلى في ثقب، يعني من أعلى الظفر إلى أسفله، يعني ثقب الظفر من أعلى إلى أسفل، أسنانه قوية جدا، فهذا الورل لا يؤكل. الضب عندنا يكره تحريما، الضب مثل الورل أصغر وذنبه قصير، وهكذا يعني هو البدو يأكلونه في الصحراء، وعندهم وجبة شهية جدا بالنسبة لإخواننا من أهل البادية وربما يتابعوننا وعندهم وجبة طيبة، لكن إذا أتينا إليكم فلا تدعونا للضب لأنه مكروه تحريما عندهم، وأهل البادية عندهم هذه وجبة، يعني وجبة تعد يعني فاخرة، نعم، ويعني إذا أراد أن يكرمك أن يفعل لك مثل هذا. وأيضا إذا أتينا أتى إلينا وأعطينا قدمنا له أنواع من الأسماك وأيضا لا يأكل، فهذه عادات. الضب يأكل الأعشاب ليس كالورل، وإن كان عرب تقول عق من ضب ويقول الضب يأكل أولاده هكذا في الأمثال، لكن الحقيقة هناك من يربي في نجد بالذات وفي الجزيرة العربية من يربي الضباب في بيته أو في مزرعته ويطعمها العشب، تأكل عشبية.
إذن هذا مكروه تحريما عندنا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما أكله، وقال إنه ليس بطعام قومي وأجدني أعافه. فالحنفية فهموا أجدني أعافه أن الكراهة، سيدنا خالد أكله فالشافعية استدلوا بهذا وهكذا، أو قالوا بقرار النبي عليه الصلاة والسلام. والحشرات كلها، كل الحشرات حرام. يقول الورل أليس الفنك؟ لا يا شيخ، فنك نوع من الثعالب، أنت لا تعرف شيئا في الصيد. والحشرات كلها، يعني يكره أكل جميع أنواع الحشرات، يعني يكره تحريما. والمسألة يعني استجدت قبل سنة حينما الاتحاد الأوروبي أجاز أو رخص ببيع الحشرات أو بإدخالها في الطعام، يعني صار شيئا مسموحا به. يعني فإذا ذهبت إلى أوروبا وقدموا لك تورتة أو جاتو وكان فيها شيء من الصراصير فلا تستغرب، لأن الاتحاد الأوروبي جعلها جائزة، لأن هؤلاء عندهم هذا بروتين هكذا، وعنده في أوميغا 3، فهم يقيسونها بقواعد مادية ليس بالشريعة. كل الحشرات عندنا حرام طبعا إلا الجراد، وسيأتي. ولا يجوز أكل لحم الحمر الأهلية والبغال. نعم، ويكره أكل لحم الفرس عند أبي حنيفة. يكره يعني إكراما لها، لأنها آلة الجهاد، يكره تحريما. وأهل قرغيزستان وأهل أوزبكستان وأهل قازاخستان، يعني طبعا على درجات، أكثر من يأكله أكل قازاخستان، أهل قازاخستان، وثم يليه أهل قرغيزستان، ويليهم بعد ذلك الأوزبك والأيغور. فهذه الأمم التي تأكل هذا، تأكل الحصان، أكلته طبعا عندهم. يعني هذا في الكتب نعم يكره تحريما، ولكن نحن نفتي الناس الآن بحله الآن، لأنه لم يعد آلة للجهاد، لم يعد آلة للجهاد. يعني الحكم معلل، يكره لأنها آلة الجهاد، هذه العلة زالت ولم يعد يستخدم في الجهاد، فإن شاء الله لا مانع من أكله، لكن ليس طيبا جدا، يعني لا بأس يعني، لكن ليس من الأشياء الطيبة جدا. يعني لحم البقر أطيب والغنم أطيب منهما. ولا بأس بأكل الأرنب، جائز. وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه طهر لحمه وجلده. خذوا قاعدة بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر. يعني إذا ذبحت ما لا يؤكل لحمه كالفهد مثلا، ذبحته فهذا لا يؤكل لحمه، طهر لحمه وجلده. طبعا إلا الخنزير، لأنه نجس العين، الخنزير نجس العين فكله نجاسة. إذن وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه طهر لحمه وجلده، إلا الآدمي لكرامته، والخنزير لنجاسة عينه. إلا الآدمي والخنزير، الآدمي لكرامته والخنزير لنجاسة عينه، فإن الذكاة لا تعمل فيهما. ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك، هذه قاعدة عند الحنفية، إلا السمك. فسأل بعض الناس عن السلحفات البحرية وكذا، هذا حرام. البرمائي عند الحنفية لا يؤكل، ما قلنا أصعب المذاهب هو الحنفي في هذا الباب. الإربيان أو هذا حققت ونقلت بعض الأقوال على أن هذا السمك، لذلك يجوز. ولذلك أهل باكستان حتى المشايخ منهم وأهل الهند يأكلونه، لكن لا يستحبونه كثيرا. في تركيا هنا عندهم شائع أنه حرام، يعني لذلك لا يأكلوا إلا السياح. نعم، ما قلنا لحم الكلاب إذا ذبحت حلال، ما قلنا هذا كلام. يقول هكذا، هل معناه ذهب أنها حلال؟ لا، فرق بين طاهر وبين حلال، في فرق بين شيء طاهر يعني ليس نجسا وبين كونه حلالا. فالحلال شيء آخر، الحلال ما يحل أكله، في أشياء طاهرة لكنها لا يحرم أكلها. فإذا ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك، ويكره أكل الطافي منه، الذي هذا مات حتف أنفه وطفى على وجه الماء، عند حنفية يكره. نعم، ولا بأس بأكل الجريث والمار ماهي. الجريث هذا يعني نسميه نحن في الشام باسم العرب الفصيح، وموجود في البخاري، الجري، الجري هكذا نسميه، وأهل مصر يسمونه القرموطي. القرموطي ما هو القرموطي؟ هي سمكة متوحشة لها أسنان عريضة، وهي تأكل السمك، وهي هكذا يعني يزيد وزنها. يعني بعض الناس يستطيب لحمها، أنا لا أستطيبه كثيرا يعني، لكن أكله، لكن لا أستطيبه، يعني هناك ما هو أطيب منه.
وتبقى حية فترة طويلة. صدناها يعني في الخابور وذهبنا إلى الفرات إلى منطقتنا، يعني بقينا في الطريق أكثر من ساعتين وبقيت حية، ربما تبقى عدة ساعات. فهذا الجريف لماذا نص عليه؟ لأن اليهود يحرمون أكله. والمار ماهي هذا الذي يسميه الحنكليز، وهو حية الماء، ليس الأفعى الماء. يوجد شيء أفعى الماء، أفعى الماء شيء، ويوجد سمكة تشبه الحية، وهذه من أخطر أنواع السمك ومن أطيبها، من أطيبها إذا كانت نهرية. المصريون يسمونه ثعابين، من كان منكم هكذا في مصر، السمك الذي يقال له ثعابين صدناها، وهي سمكة لذيذة جدا، وليس فيها حسك البتة، فقط العمود الفقري. هذه المار ماهي، إلا لعلها كلمة فارسية تشبه الحية، وهذه رأيتها بنفسي تمشي على الماء الرطب كما تمشي على كما تمشي سائر الحيوانات، يعني وبقوة، يعني تنزلق انزلاقا عجيبا. وأيضا هذه بقيت عدة ساعات، يعني نحن الذي صدناها بقيت عدة ساعات حية خارج الماء. فكل ذلك جائز. سمكة تشبه الحية، فمها مدبب هكذا، وهي تأكل السمك، من أراد أن يصيدها فليضع لها ضفادع، أو يضع لها ضفادع، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتضع الضفادع، تضع لها قطعة سمكة وهكذا، أو سمكة صغيرة. على ظهرها أشواك شفرات، يعني مثل السكاكين، وهذه خطورتها، هذه خطورتها، خطورتها في الشفرات التي تكون على ظهرها. فإذا ما أمسكتها بيدك لابد أن تجرحك، لابد، وتؤذيك أذى شديد، فهي سمكة خطيرة. الحل مع الذي يعرفها، ونحن من يعرفها، إذا ما أراد يتخلص من أذاها أن يمسكها ويضرب رأسها مباشرة، إذا ضرب رأسها تموت. ويجوز أكل الجراد، اليوم أنتم مستمتعون، درس هذا ممتع اليوم في الفقه يعني. ما رأيكم بمن يقول إن المالكية يأكلون لحم الكلاب؟ يا أخي هذا قول عند المالكية. وحينما ذهبت إلى الجزائر أخبروني أن منطقة معينة في الجزائر وفي تونس، وبعض الحضور من الجزائريين والتونسيين من التونسيين يؤكدون كلامي، أن مناطق معينة في تونس وفي الجزائر، في تونس وفي الجزائر يأكلونها، ولكن يأكلون الجراء فقط، يعني الصغير منها يعني. فعندنا قول إذا أسلم الصينيون هؤلاء إذا أسلم الصينيون فعندنا فتوى لهذا. ويجوز أكل الجراد ولا ذكاة له، ويجوز أكل الجراد، قلنا مستثنى من الحشرات ولا يذكى هذا. نعم. تقول كيف نعلم أن السمك عند أبي حنيفة؟ الأخت هاجر، شيخكم الإمام أحمد رضا له فتوى في الفتاوى الرضوية بحل هذا، بحل هذا، لا بحل الأربيان. نعم. أما كيف نعرف؟ بنص أهل اللغة. الزبيدي في كتابه تاج العروس، وهو من أئمة الحنفية، وهو من أهل اللغة، حينما عرفه قال هو سمك كالدود، ويجوز أكل الجراد ولا ذكاة له. ثم انتقل أضحية، وهي أيضا متعلقة بموضوعنا، فنقرأها. كتاب الأضحية. الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر في يوم الأضحى يذبح عن نفسه وولده، واجبة، إذا ليست مندوبة، واجبة يعني يأثم بتركها، على كل حر، العبد لا تجب عليه، مسلم، المسلم مقيم، المسافر تسقط عنه، موسر غني ليس فقيرا، في يوم الأضحى يعني ليس المراد به غني جدا يقدر عليها، غني عليها، ليس غني أنا من أغنياء، في يوم الأضحى يعني في أيام العيد، الأضحى والتشريق، يذبح عن نفسه وولده الصغار،
نعم. ويذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بدنة أو بقرة عن سبعة. ويذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بدنة. البدنة يشترك فيها سبعة، أو بقرة عن سبعة، البقرة أو البدنة ناقة يعني تكون عن سبعة. نعم. وليس على الفقير والمسافر أضحية، ووقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر، إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام صلاة العيد، حينما يصلي الناس العيد أو الإمام إذا كان إمام، تذبح الأضاحي بعد ذلك في مصر في المدينة. أما السواد القرى فهؤلاء يذبحون بعد طلوع الفجر، فأما أهل السواد فيذبحون بعد طلوع الفجر. وهي جائزة في ثلاثة أيام، يوم النحر ويومان بعده، يوم النحر ويومان بعده. نعم. ولا يضحى بالعمياء والعوراء والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك، ولا العجفاء، العجفاء يعني هزيلة، عرجاء يعني بين عرجها لا تستطيع أن تمشي، هذه لا تضحى. ولا تجزئ مقطوعة الأذن والذنب، أما إذا قطع شيء يسير لا يضر. ولا التي ذهب أكثر أذنها، فإن بقي الأكثر من الأذن والذنب جاز. ويجوز أن يضحى بالجماء والخصي والجرباء والثولاء. الجماء هي التي ليس لها قرون بأصل الخلقة، والخصي يعني هذا لحمه أكثر وأوفر لذلك يعني، وحتى ربما يكون أغلى. والجرباء مصابة بالجرب يعني في جلدها في الجلد، فهذا لا يؤثر في لحمها. والثولاء، الثولاء يعني العامة يسمونها يقول بالله هذا له ثولة، ثولاء يعني مجنونة، يعني هي مجنونة تأكل لكن فيها يعني مثل الجنون يعني لا تستجيب ولا تستقيم. وعندنا في الآدميين يعني إذا كان الإنسان هكذا تصرفاته هكذا غبية يقال هذا أثول، يعني مؤنثه ثولاء. والأضحية من الإبل والبقر والغنم يجزئ من ذلك كله الثني فصاعدا، يعني سنتان فأكثر. إلا الضأن فإن الجذع منه يجزئ، الجذع صاحب السنة، يعني بالنسبة للضأن ستة أشهر فصاعدا، ستة أشهر فصاعدا، لكن على أن يكون كبيرا يعني إذا وصل إذا وقف مع بنات السنة يعني يظهر كأنه منها. فإن الجذع يجزئ. ويأكل من لحم الأضحية، ويطعم الأغنياء والفقراء، ويدخر، كل ذلك جائز. ويستحب أن لا ينقص الصدقة من الثلث، يستحب ليس يجب، لكن حسن هذا وفي أجر عظيم. ويتصدق بجلدها أو يعمل منه آلة تستعمل في البيت، لا يبيعه لأن هذا لا يجوز بيعه. في الأثر في الحديث من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. والأفضل أن يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح، ويكره أن يذبحها الكتاب وإن حلت، يعني إذا كان أجرا يكره، الأفضل لأنه عبادة وقربة فالأفضل أن يتولاها مسلم، والأفضل الشخص ذاته. وإذا غلط رجلان فذبح كل واحد منهما أضحية الآخر أجزأ عنهما ولا ضمان عليهما. بالخطأ كل ذبح أضحية الآخر فهذا جائز ولا ضمان. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الأضحية. نلتقي إن شاء الله بعد الاستراحة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. من عنده سؤال فليتفضل.